جوك وصفه جديده، هي عباره عن سردين مقلي على طريقتي. يجي قرمش، يجي شباب، يجي هايل. نبداو على بركه الله. نحتاج الى سردين عادي منقي، نحي له الراس تاعه، نقي نحي له الامعاء تاعو، هادو نغسلو غايه. ومن بعد نجيبو 3 سنون تاع ثوم، نجيبو راس الحانوت، نجيبو كمون، ونجيبو فلفل عكري حار. وهذه لا شابلور، لا شابلور معناتها الكسره المطحونه. ان شاء الله في ايام مقبله ندير لكم عليها فيديو كيفاش تحضيرها تاع المنزل. هذه تاع المنزل كيفاش حضرتها. نحكموا الصوص تاع الثوم تاعنا، السنون تاع الثوم هذو 3، نقطعهم صغير صغير هكا باش نديروا الدسه تاعها هكا. هادي نقطعهم كاع صغير صغير. كان نقطعه كامل والثوم في الحوت يعطي بنه كبيره، وكل اساس يكون فيها الثوم. اي حوت نبغوا نديروه لازم يكون فيه الثوم، يعطي بنه هايله للحوت، اي انواع السمك كما يقول. نديرو لها شويه راس الحانوت، كمون، كمون ضروري في الفلفل السمك يعطي بنه هايله، وفلفل عكري حار. ما نكترش انا نديرها شويه، واللي حبه حار يكتر. ونديرو لهم الملح، ملح ملعقه صغيره. وهذه لا شابلور ديرو قد 2 مغارف، هو السر اللي يخلي الحوت يجي كرمش. نخلطوه تاعنا عادي هكا ملك التوابل. نحمو الزيت على المقله، نديرو نار قليله، نديرو الزيت يحمى مليح مليح، نرجع لكم. بعد ما حمينا الزيت مليح مليح نبداو نحطو في الخليمه تاعنا، نشيلو المقله هكا. نكبسو هذا في المقله، نقلبوها على الجهتين كيف ما عرفت. هنا بعد ما حمرنا الجهة الأخرى قلبنا على الجهة الثانية، لكن نحمرو فيها هكا كامل. أنا المقلي كامل نشيل المقلي كامل ونرجع لكم إن شاء الله. لي على طريقتي يجي قرمش، يجي هايل. شوفوا يجي احمر، يجي قرمش، يجي طري. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تعليم تعجبكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مني احبائي. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام مع فيديو اخر ان شاء الله.